طبعا انا كنت بتكلم على الفلوس اللي الوزير اتكلم عليها النهارده في بيان رسمي من نادي الزمالك، طلع قال ان مفيش حاجه اسمها ان في 142 مليون جنيه في حسابات النادي في البنوك. يعني النهارده البيان بيقول كده، اللي بيتقال في مواقع التواصل الاجتماعي، او طبعا في ناس اتكلمت على ان في فلوس موجوده، انا اتكلمت على ان الوزير جاب فلوس وان مصطفى محمد اتباع، وكنت بسال عن مصير هذه الاموال ومصير ايرادات المحلات اللي حوالين النادي، وانا اسال هنا اسئله تصب في صالح نادي الزمالك. النهارده البيان طلع، وانا النهارده بقول ان البيان ده بيؤكد لجمهور نادي الزمالك الحقائق اللي موجوده جوه النادي. بس انا بس هتكلم في نقطه، وده النص الثاني من الباراجراف اللي ما عجبنيش في البيان، والبيانات الكتيره من وجهه نظري في بعض الاحيان وقبل مباراه مهمه زي مباراه بكره، اعتقد ان ده خطا رهيب وخطا ما كانش له داعي من وجهه نظري، وبقولها برضو بنصيحه محب واخ. قبل الماتش ب 24 ساعه، ماتش مصيري زي ماتش الترجي، حضرتك ما تقولش ان نادي الزمالك ما فيهوش غير مليون جنيه او اقل، ما ينفعش. النهارده مش كل اللي جوه النوادي بيتقال، لان من الممكن ان هو يبقى في منتهى الخطوره على نفسيه اللاعبين وعلى اذهان اللاعبين اللي ليهم مستحقات. لما انت تقول لي وانا مسؤول النهارده وتقول لمصر كلها انا في نادي الزمالك ما عنديش الا مليون جنيه، جميل ان انت تبقى شفاف وواضح مع الناس، بس اختار التوقيت يا فندم. انت عندك ماتش بعد 24 ساعه يا فندم امام الترجي التونسي، بيان زي ده اتوزع على كل المواقع وعلى كل وسائل الاعلام، وبيان في منتهى الخطوره، وكانك تقول نادي الزمالك مفلس. يا فندم ازاي؟ انت عندك ماتش الترجي التونسي، ونادي الزمالك على فكره مش مفلس، ونادي الزمالك غني، والنهارده هيبقى معانا الاقتصادي الكبير محمد الماوي هيقول لكم ازاي بعد شويه. يعني الزملكاويه اللي عايزين يعرفوا الزمالك اذا كان غني ولا فقير كنادي، انا معايا النهارده راجل هيقول لكم اذا كان الزمالك غني ولا فقير عشان الناس تصدقني. فانا بقلب محب وبنصيحه اخ، انا اصغر منكم كلكم وانتوا كبار السن والمقام. التوقيت يا فندم، انت تقول ان الزمالك ما فيهوش الا مليون جنيه، طب انا لعيب هاندبول في نادي الزمالك ودفعت من جيبي عشان الراجل اللي اسمه هتلر، وليا فلوس عند النادي ومستحقات، وعندي عرض من النادي الاهلي، هجدد معاك ازاي؟ ما انت معاكش فلوس، انت بتقول لي انا معيش فلوس؟ هجدد معاك ازاي؟ هلعب ازاي بنفسي وانا عارف ان انا مش هاخد مكافئتي اخر الشهر؟ الكلام ده يا فندم حتى لو انت عايز توصل للجمهور رساله، توقيت توصيل الرساله مهم جدا جدا جدا. من هنا بحيي فريق كره السله بنادي الزمالك اللي كسب النهارده الجزيره، دولت رجاله، والهاندبول بيكسب والطايره بيكسب مع كل الظروف، وفرقه الكوره بتكسب برغم كل محاولات باتشيكو بيكسبوا برضه، كانوا بيكسبوا لانها فرقه كوره، فرقه كوره، طارق حامد ومحمود علاء وساسي واوباما رجاله، وشيكابالا طبعا، دولت لعيبه محترمين بيعرفوا يكسبوا، بيعرفوا وبيحاولوا ان هم يكسبوا. بس انا ممكن اعمل تغييره من بره، او اعمل تشكيله، او اعمل تغييره في اخر تلت ساعه، تبقى تغييرات كارثيه تضيع لي الريتم بتاع الماتش عبال ما فوق تاني من اللي بيحصل، خلاص يكون الماتش راح والثلاثه بونت راحوا او الاثنين بونت راحوا، وده اللي حصل. عموما خشونه الركبتين ليست مرض خطير ولكنها مزعجه شويه. النهارده احنا بنقول ان خشونه الركبتين مراحلها الاولى، الثانيه، الثالثه مراحل سهله التعامل معها. البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه بتعيد بناء الغضروف، يكفي ان المريض يبقى فاهم ان هو ما عندوش حاجه خطر، يكفي ان المريض عارف ان هو ان شاء الله في علاج، انت مش هتخسر حاجه ولا في اي نوع من التعرض لاي خطوره. الناس مش متخيله نتيجه البلازما بتقعد مع الناس سنين لانها بنت الغضروف.